بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله عز وجل، اليوم 20 من رمضان، اليوم في الليل، اليوم أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان. لذلك لحق ولا الحق ولا وصل وقت الجد، وقت النشاط، وقت الاجتهاد. طيب، ليلة تكلمنا في الفيديو السابق عن العشر الأواخر من رمضان، سأترك لكم رابط الفيديو أسفل الفيديو هذا. طيب إن شاء الله عز وجل اليوم راح نتكلم على ليلة القدر. ليلة القدر وجب على كل مسلم يريد الأجر، يريد الجنة، يريد النجاة من النار، أن يلتمس ويبحث عن ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها، قال تحروا، وجب التنقيب عنها، البحث عنها والتنقيب عنها والتماسها والتحري عنها. طيب، ليلة القدر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ما معنى الوتر؟ معناها ليلة الواحد والعشرون، ليلة الثالث والعشرون، ليلة الخامس والعشرون، ليلة السابع والعشرون، ليلة التاسع والعشرون، أو آخر ليلة. بعض العلماء قال ترجح أنها آخر ليلة. المهم ليلة القدر تكون في الأوتار من العشر الأواخر، اليوم ليلة الواحد والعشرون ممكن تكون هذا الليلة. لذلك وجب على المسلم أن يتحرى ويبحث ويلتمس ليلة القدر. طيب، ليلة القدر أن الله تبارك وتعالى لم يبينها لنا ولم يحددها لنا، لماذا؟ حتى يجتهد المسلم ويبحث عنها طيلة الشهر كامل أو طيلة العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيبينها لنا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة عن ليلة القدر في أي ليلة هي، فوجد اثنان من الصحابة متخاصمان أو بينهما شحناء، فرفعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت أو أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، أنسي نسيها أو أنسيها بسبب الخصام أو الشحناء الذي كان بين اثنين من الصحابة، فرفعت فلم تبين لهذه الأمة. والغاية في ذلك أن يجتهد الإنسان ويحرص على العبادة طيلة العشر الأواخر من رمضان أو طيلة الأوتار، على الأقل شيء في الأوتار. طيب، وقتها، وقت ليلة القدر، ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في الليالي الأوتار. هذه ليالي الأوتار، الواحد والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرون، أو آخر ليلة. ليلة القدر تكون فيها من غروب الشمس، معناها من المغرب، من صلاة المغرب، إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر الله تبارك وتعالى قال سلام هي حتى مطلع الفجر، بل أبلغ من ذلك قال العلماء لما قال نفس أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء نقية، لا حتى الشمس في ذيك الصبيحة تطلع لا شعاع لها من كثرة الملائكة. طيب، وقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب، اختلف العلماء في تحديدها. قال ابن حجر رحمه الله، ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري، أقوال العلماء في تحديد ليلة القدر فاقت 40 قول، أقوال كثيرة كثيرة جدا في تحديد ليلة القدر، أكثر من 40 قول ذكرها ابن حجر في فتح الباري. طيب، من الأقوال في تحديد ليلة القدر، قال بعض العلماء ليلة القدر هي آخر ليلة من ليالي رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث التمسوها في آخر ليلة. وقال العلماء إنما الأجير أو العامل يؤتى أجره ويؤتى حقه إذا وفى أو أكمل عمله، كذلك رمضان إذا أتممنا الصيام وأتممنا القيام تكون ليلة القدر كثواب وجزاء في آخر ليلة. هذا قول من بعض العلماء. قول آخر، قال بعض العلماء أن ليلة القدر ثابتة. ما معنى ثابتة؟ أنها تأتي كل سنة في ليلة السابع والعشرين، وهذا قول كثير من الصحابة وبعض العلماء، ومنهم شيخ الإمام الألباني رحمه الله قال ليلة القدر تكون كل سنة في ليلة السابع والعشرين من رمضان. طيب، بعض العلماء قال أن ليلة القدر ليست ثابتة بل متنقلة، هذا العام تأتي في السابع والعشرون، العام المقبل ممكن تأتي في الخامس والعشرون، العام اللي بعده ممكن تأتي في التاسع والعشرون، العام اللي بعده ممكن تأتي في الواحد والعشرون، المهم أنها متنقلة، كل عام
تأتي في ليلة. وبعض العلماء قال أنها ثابتة، ثابتة في ليلة من ليالي الأوتار في العشر الأواخر من رمضان دون تحديدها. المهم وجب على المسلم أن يجتهد ويبحث عنها في الأوتار. الشيء الثابت، الثابت أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ليلة الواحد والعشرون، الثالث والعشرون، خامس والعشرون، سابع والعشرون، تسع والعشرون، أو آخر ليلة كما قلت بعض العلماء قال هي آخر ليلة. طيب ماذا يحدث في هذه الليلة، ليلة القدر ماذا يحدث فيها؟ طيب قال الله تبارك وتعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر يتم تحديد فيها من هو الغني ومن هو الفقير، يتم تحديد فيها الصحة والمرض، يتم تحديد فيها الزواج أو الطلاق، يتم تحديد فيها من يدخل الجنة ومن ينجو من النار، يتم تحديد فيها من تغفر سيئاته. جميع المقادير وجميع أمور السنة يتم تحديدها في ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن من يريد دخول الجنة، من يريد النجاة من النار، من يريد أمر من أمور الدنيا، من يريد المال، من يريد العمل، من يريد الزواج، من يريد الشفاء من مرض، من يريد العتق من النار، من يريد أن يعفو الله تبارك وتعالى عن سيئاته، عليك بالتماس والبحث والتحري عن ليلة القدر. طيب كذلك ماذا يحدث في ليلة القدر؟ ليلة القدر ينزل الملائكة، قال الله تبارك وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. لا، قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك ما ليلة القدر. لا أحد يمكن أن يتصور ماذا يحدث في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، صح؟ تنزل الملائكة والروح فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون الملائكة أو نزول الملائكة في ليلة القدر يكون بعدد حصى الأرض، أكثر من عدد الحصى. تشوفوا الأحجار، الحجار هنا الحصى الموجودة على الكرة الأرضية، ينزل الملائكة أكثر من الحصى الموجود على، حتى قال بعض العلماء ينزل جميع الملائكة السماء إلى الأرض وينزل جبريل عليه السلام. لذلك قال الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح، الروح وجبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل إلى الأرض، وبقي ينزل كل مرة، كل عام مرة. منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصبح جبريل عليه السلام ينزل إلى الأرض في كل سنة مرة، هذه المرة هي في ليلة القدر. معناه جبريل عليه السلام ينزل في ليلة القدر وينزل جميع الملائكة. طيب لماذا ينزل جبريل في ليلة القدر؟ سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لماذا ينزل جبريل أو الروح؟ قال صلى الله عليه وسلم: ينزل يتفقد القرآن، يبحث عن أهل القرآن، ينظر من يقرأ القرآن، لأن القرآن نزل في ليلة القدر ونزل في رمضان ونزل على نفسه صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. فجبريل وهو الجبريل الذي أنزل القرآن، فبقي يبقى جبريل ينزل كل عام في ليلة القدر لينظر ويتفقد من يقرأ القرآن، من يرتل القرآن. لذلك بارك الله فيكم، عيب أو إحراج أو أن ينزل جبريل إلى الأرض ويجد الناس راقدين ولا الناس نائمين ليلة واحدة، بارك الله فيكم. لذلك العبادة في ليلة القدر تساوي 83 أو 84 سنة، قال الله تبارك وتعالى: هي خير من ألف شهر. قال العلماء: العبادة في ليلة القدر تساوي عبادة 84 سنة. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. دمعة، دمعة تنزلها بكاء وخشية من الله تبارك وتعالى تساوي كأنك بكيت أو دمعت عينك 84 سنة. سجدة أو ركوع في ليلة القدر يساوي كأنك سجدت لله وركعت لله 84 سنة. صدقة أو صلة رحم أو كلمة معروف أو إحسان في ليلة القدر يساوي كأنك أحسنت وتصدقت 84 سنة، أجر كبير وجزاء جزيل لا تفرط فيه، بارك الله فيكم، ليلة واحدة. طيب علامات ليلة القدر، هناك علامات مختلف فيها وهناك علامات ثابتة. العلامات الثابتة التي جزم العلماء بثبوتها هي
أنها ليلة لا حارة ولا باردة، ما يسخنة بزاف ما يبرودة بزاف، متوسطة. كذلك العلامات الثابتة من علامات ليلة القدر أن الشمس صبيحة ليلة القدر، الشمس صبيحتها تطلع بيضاء وفي رواية حمراء نقية لا شعاع لها، معناه يطلع غير قرص الشمس، قرص الشمس يطلع أبيض أو في احمرار دون شعاع، ما فيش ديك الصفورية مع الأطراف، دون لا شعاع لها، وهذه العلامة الوحيدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات ليلة القدر، لذلك وجب على المسلم أن يتحرى هذه العلامة. طيب، هناك علامات مختلف فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يخبر الصحابة بليلة القدر كان على جبهته طين، طين وماء، ومنه استنجد العلماء أن ليلة القدر تكون ممطرة، تسقط قطرات أو تسقط المطر في تلك الليلة، إلا أن هذه العلامة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مستنبطة، لذلك كانت محل خلاف. بعض العلماء قال هي علامة ليلة القدر كل سنة، وبعضهم قال لا، قال علامة متنقلة أو علامة تلك السنة، هناك علامات خاصة بسنة، ففي تلك السنة سقط المطر في ليلة القدر، وليس بالضرورة أن ليلة القدر تكون كل سنة يسقط فيها المطر، هذه العلامة مختلف فيها. طيب، هناك علامات لا تثبت ولا علامات ضعيفة أو إسرائيليات تذكر على ليلة القدر، أن البنايات تنام وتتكلم والأشجار تتكلم وكذا، هذه كلها علامات لا تثبت، لم تثبت عن نفسها. العلامات الثابتة في السنة الصحيحة أن الشمس تطلع بيضاء أو حمراء نقية لا شعاع لها، والشمس تطلع لا شعاع لها لكثرة الملائكة، كثرة الملائكة الموجودين على الأرض. طيب، وكما قلت ليلة لا حارة ولا باردة، لذلك وجب على كل مسلم أن يتحرى هذه الليلة، وكما قلت ينزل جميع الملائكة وينزل جبريل عليه السلام. طيب، ماذا نفعل في هذه الليلة؟ ماذا نفعل في هذه الليلة؟ طيب، قلنا هذه الليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ماذا يفعل المسلم؟ يصلي الصلاة في وقتها، صلاة المغرب في وقتها، صلاة العشاء في وقتها، صلاة الفجر لأن وقتها ينتهي بطلوع، سلام هي حتى مطلع الفجر، مش الإنسان يسهر ولا يقرأ شوية قرآن وليس له ركعات ثم ينام عن ليلة الفجر، لا لا، صلي الفجر الفريضة في وقتها أفضل من النافلة. كذلك قراءة القرآن، كما قلت جبريل يبحث ويتحرى القرآن، قراءة القرآن، الدعاء، الصدقة من استطاع أن يتصدق، الذكر. المهم الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بقلب خاشع، الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى أن له، أو يذكر لله تبارك وتعالى أنه أن له ذنوب يرجو مغفرتها، يذكر لله تبارك وتعالى أنه مقصر في طاعته، يدعو الله تبارك وتعالى ويدعو الله بدخول الجنة، يدعو الله تبارك وتعالى بالنجاة من النار. هناك دعاء كذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الدعاء وجب الإكثار منه، وقلنا أن العفو أبلغ من المغفرة، إذا عفى الله عنك يمحي جميع سيئاتك ويمحوها من سجلك ويمحو آثارها كأنك لم تفعلها، لذلك العفو أبلغ، أن تقول اللهم اعفو عني أبلغ من أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أن يكثر من هذا الدعاء. كذلك أن يسأل الله عز وجل أن يعتقه من النار، فإذا اعتقك الله من النار ستدخل الجنة إن شاء الله عز وجل. كذلك يدعو الله الإنسان لله عز وجل بجميع أمور الدنيا، لأن قلنا في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، من أراد الزواج، من أراد المال، من أراد العمل، من أراد الصحة، من أراد الشفاء من مرض، من أراد أي أمر من أمور الدنيا فليسأل الله عز وجل بقلب خاشع وموقن أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، فالله تبارك وتعالى سيعطيه. كذلك لا تنسى الأمور الآخرة، لا تشتغل بالأمور الدنيوية وتنسى الأمور الأخرى، اسأل الله عز وجل الجنة، اسأل الله عز وجل أن يعتقك من النار، اسأل الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك ويمحو سيئاتك، اسأل الله عز وجل أن يعفو عنك، اسأل الله عز وجل أن يغفر لك ولإخوانك وأهلك وأبنائك ووالديك، أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم. كذلك قيام ليلة القدر ليس كما نقولوا احنا، ليس ذكاء وليس فطنة وليس شطارة، ليس بمحض القوة، ولا التوفيق هو من عند الله تبارك وتعالى، الذي يوفق إلى ليلة القدر
وفقه الله تبارك وتعالى. لذلك وجب المسلم أن يسأل الله أن يوفقه إلى قيام ليلة القدر. نسأل الله عز وجل التوفيق. احنا كنا منذ القديم نقولوا شخص وجد شيء أو نقول له طاحت عليك ليلة القدر. كذلك ليلة القدر كنز ثمين، ليلة القدر ثواب جزيل. من صادف ليلة القدر ومن قامها فقد صادف الخير كله وصادف كنز ثمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفرت جميع ذنوبه ومعاصيه. لذلك بارك الله فيكم، لا تغفلوا عن هذا الأمر. اليوم 20 من رمضان، ليلة 21، ابدأوا بتحري والتماس ليلة القدر من هذه الليلة. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بارك الله فيكم. من أعجبه الفيديو أو هذا المقطع فليرسله إلى أهله، إلى صديقه، إلى أحبابه، حتى ينفع الله به وحتى يكتب لنا الله به الأجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.